حلقة مع حضراتكم. زي ما احنا عارفين كده، كان من خلال الايام كان في القمة المناخية في اسكتلندا، خصوصا في منطقة جلاكسو الاسكتلندية. طيب دي كانت فيها رؤساء من معظم دول العالم، طبعا كان على رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتكلمنا طبعا، وكان في اتكلمنا هناك طبعا بالصوت المصري ان احنا قد ايه عندنا رؤية ل 2030 عن قمة المناخ، والمناخ ازاي اصلا بيتهدد، واللي يمكن يكون احنا دلوقتي مرينا بمشكلة مثلا الكورونا، لكن يمكن يكون تهديد المناخ اكتر، ان مش بس البني ادمين هم اللي هيتاذوا، لا ده البني ادمين والنباتات والحيوانات، سواء كائنات بحريه او كائنات بريه او طبعا اي حاجه طائره، بالمشمل كده ان هو الكره الارضيه كلها بتكون تحت تهديد. طيب مصر طبعا هناك كان الجناح ليها مشرف جدا، وكان في رؤيه واضحه وصريحه، ويمكن يكون مصر 2030 عندها رؤية. ايه هي اصلا الرؤية عن الموضوع المناخ؟ ان احنا بنعمل كل حاجة بتبقى اللي هي اسمها الجرين اريا او الجرين زون، ان احنا شغالين بمصانع كلها بتبقى بتكون صديقة للبيئة، زي ما احنا مثلا عندنا في اسوان اكبر محطات توليد الطاقة من الطاقة الشمسية، ويمكن دي كمان من اكبر محطات في الشرق الاوسط وافريقيا. طيب ايه تاني؟ مثلا في عندنا محطات مثلا تحليه المياه، ان احنا بنستفيد مثلا من مياه البحر، ان احنا بناخد البدائل، وبنعاد كمان تدوير المياه، بنعاد تدوير البلاستيك. الموضوع كله داير على الاقتصاد الدوار، فدي حاجه مهمه جدا، فدي لازم ان احنا كلنا ناخد بالنا منها، ونقدر نعرفها من خلال ان احنا بنتابع اي قمه مناخيه بتحصل في العالم. فعلا ده كلام. عايزه تقول حاجه؟ لا اتفضل. طيب ده كلام طبعا اكيد الناس كلها لازم يعني يلتفوا حوالين موضوع المناخ ده والتغيير المناخي والكلام ده كله. كويس ان الزعماء ورؤساء الدول هم اللي بيقودوا حركه زي الحركه، ان هم يخلوا بالهم من مناخ الارض، لان لو ما خدناش بالنا، العلماء كلهم بيقولوا ان على عبال ما تيجي 2030 واحنا مش واخدين بالنا، صح، الارض ممكن كلها تتغير، وده الموضوع زي ما انت قلت يا شريف هيبقى الموضوع وحش جدا، مش علينا احنا بس، يعني كورونا كان وحش على البشر، لكن تغيير المناخ ده هيبقى وحش على الكائنات المائيه والكائنات اللي عايشين البر مائيه والنباتات وكلنا طبعا. حاجة تاني، دلوقتي الناس كلها والحكومات بتتجه للاقتصاد الأخضر، يعني بقى في مفاهيم جديدة للاقتصاد، ما بقاش بس الموضوع معمول إن إحنا عايزين نعمل اقتصاد ومصانع وخلاص، وعايزين بس نجيب في فلوس، لكن كمان بقت من شروط إن يبني اقتصاد حقيقي يكون الاقتصاد بتاعها أخضر، اللي أنت بتقول عليه، يكون إعادة التدوير هي الأساسيات فيه، ويكونوا بيشتغلوا بمواد كلها صديقة للبيئة.